عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرض لكم اليوم فيلا مستقلة بمساحة أرض 4600 متر مربع في منطقة أرسين، طبعا تبعد عن ساحل البحر تقريبا 4 كيلو، في منطقة طبعا جميعها أراضي مستقلة. هذه الفيلا طبعا مشطبة بالكامل من الداخل، هي عبارة عن نقول شقتين مثلا تريبليكس 3 أدوار، مساحة كل شقة 350 متر مربع، مساحة الأرض 4600 متر مربع. طبعا عندنا هذا المدخل، الأرض مسورة بالكامل، هذا السور الحجري من جهة الشارع، طبعا راح نشوف الأرض في البداية وبعدها نشوف العمارة من الداخل. هذا مدخل الفيلا الأولى، نشوف الفلل من الأمام. طبعا مساحة الأرض 4600 متر، مزروعة فيها طبعا أشجار الفواكه، أيضا عندنا أشجار البندق. احنا الآن أمام البناية زي ما انتم شايفين، كل فلة هي فلتين تقريبا. راح نشوف الآن تصميمها من الداخل، طبعا مشطبة بالكامل من الداخل. هذه مساحة الأرض تابعة لها إلى الشارع، طبعا مصورة من الأطراف. ندخل نشوف الفيلا من الداخل، واحنا الآن في الدور الأرضي. عندنا صالة ومطبخ، هذا المطبخ، أيضا عندنا دورة مياه ومخزن في الدور الأرضي. هنا عندنا دورة المياه كاملة طبعا، وأيضا عندنا المخزن. مساحة التريبليكس 350 متر مربع، يعني كل فيلا مساحتها 350 متر مربع. عندنا فيلتين، نطلع الدور الأول. طبعا عندنا مدخلين، مدخل من الحديقة ومدخل من الدور الأول. هذا المدخل طبعا أول ما ندخل على يميننا راح يكون في مطبخ، تشطيب صراحة جميل، أيضا المطبخ مفتوح على الصالة، وعندنا البلكونة الأمامية مساحة كبيرة جدا. هذه إطلالتها، ومن هذه الأرض تابعة لها إلى الشارع بمساحة 4600 متر مربع. هنا هنا الصالة الأولى، طبعا إجمالي عندنا صالونين، 4 دورات مياه، أيضا مطبخين مكونة من 3 أدوار. طبعا الدور الأول فيها غرفتين وصالة ومطبخ، دورتين مياه، هذه دورة المياه الأولى. هنا عندنا مخزن، هذه الغرفة الأولى، وأيضا عندنا هنا الغرفة الثانية. طبعا في دورة مياه واحدة في الدور الأول، نطلع الآن للدور الثاني. طبعا
طبعا فيها غرفتين، هذه الغرفة الأولى مساحة كبيرة ما شاء الله، أيضا فيها دورة مياه خاصة داخل الغرفة مجهزة بالكامل، ولها بلكونة خلفية نشوفها، مساحة جيدة ما شاء الله، وهذه الإطلالة على المزارع. وهذه الغرفة الثانية أيضا لها بلكونة نطل على المزارع، هذه دورة المياه الخاصة بها. نشوف البلكونة، هذه الإطلالة الأمامية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.